إذا عندنا هون تتذكروا رسمنا رسمة الستيب بالس ريكتيفاير، هلا كنترول ريكتيفاير، الان كنترول واضحة كانت، الان كنترول رح تعطيني البيكس مزبوط هدول؟ رح تعطيني 6 بالسز بال 360 درجة. هلا احنا عمالنا بنطلع على الكنترول 6 بالس ريكتيفاير، فعندي 6 اس سي ارز فولي كنترولد. عندي هون ار واس وتي، وراح يطلع عندي هون الاوت دي سي. وهدول اسمهم. هلا هذا لاحظوا راح الار بالنسبة لهاي الزيرو، فالار ماينس اس هو الليدنج الاحمر، فالاحمر هذا هو ار ماينس اس، راح يضل مكمل هون ار ماينس اس، عكسه راح يصير اس ماينس ار، هذا الاحمر الثاني، هو بس نفسه بس مضروب في ماينس، فهذا عبارة عن اس ماينس ار، الاحمر الثاني اللي هون. بعدين بعده ب 120 درجة بيجي الاس، راح يكون S R minus S R minus T، هذا بيكون S minus T و S minus R مزبوط، وهذا الأزرق راح يكمل هون، هلا عكسه الأزرق الثاني هو T minus S، وبعدين بعده 120 درجة راح يجي عندي T minus، راح يكون بالأول شيء T minus R T minus R، بعدين راح يصير T minus S، هاي ترجع هي نفس هاي اللي هون، هي تكملتها اللي هون اللي هي R minus S، فهذا الاحمر هون هو ار ماينس اس، ضل عندي هون اللي هو هذا تي ماينس ار، راح يكون هذا ار ماينس تي. هلا هذول انا رسمتهم سبع مربعات سبع مربعات، السبع مربعات على اساس انه اربع مربعات هي ار، يعني هذا اللاين، هذا اللاين فولتج، لانه هو اللاين فولتج اللي راح يطلع معي، فهدول عندي هذا الطول هذا من هون هو جذر الثلاثه في في بيك، وهذا اعتبرته واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا اعتبرته واحد، واضح ليش؟ ليش واحد وجذر الثلاثة؟ لأنه هذا هو طول الفيز فولتج، وهذا طول اللاين فولتج، هون إيش بدخل عندي؟ بدخل عندي الفيز فولتج R و S و T، بس اللي بيطلع هو R minus S R minus T S minus R S minus T T minus R T minus S، مزبوط؟ ست حالات، عرض كل واحدة من هذول 60 درجة، هلا راح افترض انه عندي continuous current، مهم الكونتينيوس current عشان يضل عندي دائما في output voltage، في continuous conduction في هذول، فعندي هون الكرنت راح يكون هذا heavily inductive load عشان الشرط يكون صحيح واستمر conduction، فالcurrent level and continuous او continuous and level يعني pure DC. pure DC. وإذا عندي هون بالحالة هاي راح يكون إذا كانه فعلا صار بيور دي سي، راح يكون الكرنت اللي مار هون هو عبارة عن الافرج فولتج مقسوم على على ار، فراح يعطيني هون افرج كرنت، والكرنت هذا راح يصير يعتمد على الفايرنج انجل. الشيء الثاني راح افترض انه الفايرنج انجل الريفرنس تبعها راح يكون بالنسبة للنقطة هاي، هاي النقطة مهمة لأنه هاي نقطة الريفرنس بالنسبة لار، أنا ار ما بقدر أعملها أقل من هيك الفايرنج انجل، وتذكروا ليش؟ لأنه في هاي اللحظة R هي the most positive، إذا حاولت أعملها firing قبل هيك بتبطل هي the most positive، فالمينيمم أنجل هي هون، فهذا الخط مهم لأنه هذا هو الريفرنس فور ألفا، يعني هون هذه النقطة ريفرنس فور ألفا، يعني ألفا هون بتساوي زيرو عند النقطة هاي، زيرو ديجريز عند النقطة هاي، طبعا ألفا هاي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرقم اللي موجود هون اللي هو هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، فهذه رفرنس ألفا بتساوي زيرو with respect to one with respect to SCR one. أوكي إذا إحنا لما بنبدأ نعمل فارق لما بنقول ألفا زيرو يعني أنا عم بعمل الفارق عند هون و60 درجة بالنسبة ل R minus T و60 درجة بالنسبة ل S minus T، يعني هذول كل واحد منهم shifted in time بالنسبة للثاني 60 درجة، هاي الصفر 60 120 120 180 ما هكذا، اوكي؟ فايش باخر الفا من هون باخرها عليهم كلهم. ماشي واضح؟ لهاد الفا رح تكون رح تتاخر بالنسبة لكل واحد من النقطة هاي بالنسبة لرقم واحد وهكذا بالنسبة للثاني. هلا بدنا نيجي نرسم، رح ارسم بالاسود، رح ناخذ الفايرنج انجلز المختلفة. هلا رح ارسم بالاسود وبعدين امحي الاسود جنب الخط اللي موجود عشان يضلوا الجريد هذه عندي موجودة هون. هلا إذا كانت الفا بتساوي زيرو ايش راح يكون الاوتبوت؟ راح يشتغل رقم واحد هون مزبوط،
ورقم 2 راح يشتغل هون ورقم 3 راح يشتغل هون ورقم 4 راح يشتغل هون و5 و6 وبدي افترض انه هو قبل هيك شغال. اذا عندي لما تكون الفا 0 راح يكون عندي الاوتبوت بهذا الشكل، مش راح ارسمه فوق الخط، مش راح امحي الخط الاصلي، هاي راح يكون عندي هون، وهيك راح يتحقق عندي ال6 بلسز. مزبوط، هاي هيك، هاي هيك، وبعدين راح ارد ارجع مره ثانيه لانه رجعت عند النقطه، مش هيك؟ هذه الفا 0 مزبوط، واضح الكل. هلا راح نمحي هاي، وهلا راح ابدا اخر، راح ابدا هون لما تصير الفا 30 مثلا، عرض هذه كلها قديش؟ 60. لما تصير الفا 30 معناها انا عملت فايرنج لواحد امتى؟ عند النقطة هاي. مين استفاد؟ اللي قبله 6 6 فستة راح يضل هون اون لانه عفوا لا مين اللي استفاد؟ استفاد اللي كان ذا موست بوزيتيف، مين كان شغال قبلها؟ ار ماينس اس تي ماينس اس تي ماينس اس. ففي عندي اس سي ار من هذول كان اظن اللي هو يعني خمسة بكون شغال، خمسة كان هو تي كان ذا موست بوزيتيف قبل ما يجي ار. مزبوط، لو اني عملت فايرنج هون كان تي بطل ذا موست بوزيتيف وبطفي خمسة وبشتغل واحد، بس انا اخرت واحد، لما اخرت واحد خمسة ضل شغال، فبضل 5 اون الفترة هاي. ماشي واضح؟ اذا راح يصير عندي الان، خليني امحي هذا الخط بالكامل اول شيء الاسود اللي هو كان بيمثل الفا بتساوي 0، وراح ناخذ الان الفا بتساوي 30 درجة، الفا بتساوي 30 درجة، هذا كله راح يتأخر لهون، فراح يصير عندي هذا راح يشتغل للفترة هاي. هلا نفس الشيء هذا بالنسبة له أخرت أنا، راح أكون أخرت مين؟ أخرت 2، فراح يصير عندي هذا هون للنقطة هاي، وبعدين نفس الشيء راح يطلع عندي هون للنقطة هاي، أخرته 30 مضبوط، راح يتأخر لهون هاي صارت بالنسبة ل 30، ونفس الشيء بالنسبة للي قبله راح يشتغل النقطة هاي، لأني ألفا قديش أخرتها؟ 30. فنزل عندي الأفرج من هون، مش هيك؟ الأفرج فولتج راح ينزل، مش اللي سأل المرة الماضية إيش استفدنا؟ أنا عم بغير الآن الأفرج فولتج، هلا مضبوط شكله هذا مش دي سي، بس الكرنت اللي راح يمشي في الإندكتيف لود إيش راح يكون؟ دي سي. بيور دي سي. هلا نيجي نأخر ألفا، نعم تفضل. هلا أنا لما أخر الفايرنج نمبر 1 كمان باخر بثلاثة وخمسة ولا؟ اه طبعا الكل راح يتاخر، اه طبعا الكل راح يتاخر، وأربعة وستة واثنين، بس بالنسبة لنقطته وين نقطة واحد كانت اللي عندها الفا زيرو؟ هون. وين نقطة النقطة اللي كانت لاثنين؟ مين اللي راح يشتغل عندي هون؟ اثنين، مش هيك؟ راح يشتغل اثنين؟ مضبوط، كان راح يشتغل اثنين هون، لو اشتغل هون اثنين كان ببطل ذا موست نيجاتيف مين؟ ببطل هون كان راح يصير تي هو ذا موست نيجاتيف، بس انا اخرت اثنين، مين اللي استفاد؟ ستة، فضل ستة اون. اوكي، اللي قبل يعني اللي قبل الواحد استفاد لانه اللي بعد الواحد تاخر، يعني اذا اخرت لما باخر اثنين اللي بيستفيد ستة، لما باخر ثلاثة اللي بيستفيد ثلاثة، عندي واحد اثنين ثلاثة، فاثنين صار واحد استفاد، هيك بصير التأخير. إذا أنت بتقولي إنه اللي تأخر مش كان ثلاثة اللي تأخر، لا مزبوط، لما أخرت هون أنا أخرت ستة، كان عندي هون أنا R minus S، إيش كان قبل هذا؟ كان عندي T minus S، كان عندي T minus S مزبوط أخرته، فR استفاد لأنه T استفاد لأنه أنا أخرت R، فT استفاد فضل T هو the most positive. فعندي هاي الزاوية 30، هلا هون نفس الشيء راح نلغي هاي. راح ألغي هاي. يعني خمسة استفاد وستة ضل أون على أي حال. خمسة استفاد من واحد وستة ضل أون، هلا نفس الشيء لما باجي اللي بعده اثنين بيستفيد وواحد بضل أون من تأخير ستة. فعندنا هلا هون هدول هيك، هلا بدنا ناخرها كمان، راح اخرها 30، راح اخرها الان 60، فلما ناخرها 60 بضل عندي هذا اون لحد النقطة هاي، راح يصير عندي الاوتبوت من هون هي 30 وهي كمان 30، وين راح يوصل معي 30؟ هي عندي هون هي 30 وهي 30، راح ينزل للنقطة هاي.
ونفس الاشي راح يصير بالنسبة لهون. انا اخرت من هاي النقطة قديش اخرت؟ 60. هاي الفا 60. لاحظوا هذا وين بدأ يضرب الان؟ هون. بس ما عندي مشكلة انه يضرب بزيرو لانه الكرنت لسه. ليش الكرنت لسه بوزيتيف؟ لانه الافرج تبع هاي الفولتج ويف فورم لساها بوزيتيف. مش هيك؟ وين بده يكون الافرج؟ بده يكون سمر هون، مزبوط؟ الافرج تبع الفولتج، رغم انه هاي ضربت في الزيرو. هلا اللي راح يصير عندي هون لما بزيد، هلا خلينا نزيد ل 90. 90 معناها 1 2 3 لهون. فراح امحي هاي، راح امحي كل الاسود من هون. هلا بدنا ناخذ 90. 90 بالنسبة لأي نقطة؟ هون. فعندي هاي 30، هاي 60، هاي 90. فعندي هلا هون اللي راح يصير بالنسبة لهذا هاي النقطة، هاي الأصلية اللي كانت عندي هون، مزبوط؟ مش لما بدينا كانت هاي الحمراء اللي بنحكي عنها، وبالنسبة لها أخرنا 30، 60، 90. وين وصلنا؟ هون. فهذه راح تعمل سويتشينج هون عند النقطة هاي بس. وقديش بدها تضلها؟ 30 و 30، مزبوط؟ 60 كله راح يضلوا 60. ف 30 ال 30 الثاني وين صارت الان؟ وراح يرد يطلع عندي هون هلا اللي بعده كمان نفس الشيء، هاي 30 وهي 30، هاي 30 وهي 30 لحد هون وهي 30. ايش بنلاحظ الان بالويفور؟ هلا طلع على الاسود، الاسود اللي بهمنا نصها فوق ونصها تحت. الغلط اللي صار عندنا بالمره الماضيه، انا ما كنتش راسم، ما كنت راسم بشكل دقيق، فلما وصلنا 90 ما بين انه نصه صار فوق ونصه تحت. هلا هون لما حطينا هدول بشكل صحيح واضح انه نص الويف فورم فوق ونصها تحت. الافرج تبعها قديش صار؟ زيرو. من هون اجت كوساين الفا، راح يطلع معنا بالفورمولا. هلا لما نحسب الفورمولا راح يطلع فيها شيء هون، كونستنت مضروب في كوساين الفا. الفا ايش هي؟ الفارينج انجل. لمين؟ لاي واحد من الاس تي ارز هذول؟ كلهم نفسه، بس كل واحد بالنسبه للريفرنس تبعه. 30 درجة أو 90 درجة من أي نقطة؟ من هاي النقطة بالنسبة لـ R. فلما مشينا هو من هاي النقطة، هاي أصلاً هي 30، مظبوط؟ مش هاي أصلاً 30 بالنسبة لـ R و60 بالنسبة لـ R minus S. مشينا فيها هاي 30 6، هاي 30 60 90. الفارينج أنجل، الفارينج أنجل 90 هي 150 بالنسبة لـ R، مظبوط؟ R يعني بالنسبة، عفواً، 150 بالنسبة لـ R minus S. فما ضلش من R minus S إلا 30. فال 30 الثاني وين بدها تيجي؟ بعد، مش هيك؟ وليش لازم يكون عرضها 60؟ كل واحدة من البلسز هاي لازم يكون عرضها 60. صح، ال 30 لأنه عندي ايش؟ 6 بلس. 6 بلس، إذا 6 بلس خلال أي فترة 360 درجة، فلازم كل واحدة من هذول عرضها يكون 60، مزبوط؟ طب وليش ضلت 60 ما ضلتش 30 وطفت؟ لأنه الكرنت عندي ايش؟ كونتينيوس، الكرنت كونتينيوس، فهذول ما حد منهم راح يطفي منهم بسبب ايش؟ بسبب انه الكرنت ينزل لزيرو. السبب انه بيطفوا هدول عمالهم ليش؟ انه بيجي واحد ثاني السي ار ثاني بيشتغل وبخليه هو ببطل هو ذا موست بوزيتيف او ذا موست نيجاتيف، فبصير ريفرس بايست منهم. فالكرنت هلا لو كان هذا ريزيستيف اندكتيف لود زي هيك، وين راح يوصل افرج الكرنت الان؟ زيرو. خلص لما يصير زيرو انتهى، طفى السيستم، مش هيك؟ ما بقدرش اعمل اكثر من هيك، ما بقدر ازيد هذه اكثر من هيك حتى اطلع اشغل الاوتبوت، مزبوط؟ لانه الكرنت راح يدفع عندي من هون. هلا في حالات راح اقدر ازيد الزاويه فوق ال 90، زيد باي فوق ال 90، بس هذه حاله خاصه راح نحكي عنها بعدين. نعم، اذا غيرنا الفايرنج انجل لاكثر من 90، يعني غيرنا، مش هلا مش يعني احنا بنغيرهم كلهم مع بعض، اه لو غيرنا مثلا، يعني غيرنا الفايرنج انجل مختلفين، ممكن لا لا، انا بحكي عن حاله ثانيه. عاده ما بنقدر نعطيهم فايرنج انجلز مختلفه، ما لهاش معنى لها، بس في طريقه نقدر نخليه يمشي. هلا بنشوف شو هي هاي. كل واضح؟ إذا هون بهاي الحالة أنا ما بقدر أتجاوز ألفا، لكن إذا قدرت ألاقي طريقة معينة يضل الكرنت ماشي هون، لاحظوا اطلعوا، إذا قدرت أخلي الكرنت يضل ماشي، هو لازم الكرنت يمشي بهذا الجهة. هل بيقدر الكرنت ينعكس؟ لو قدر الكرنت ينعكس كان ممكن يخلي لي هذول شغالين، بس مستحيل هذا الكرنت ينعكس من هون. الفولتج هون قديش الأفرج تبعه وصل؟ زيرو. هلا لو بطريقة معينة قدرت إني أضمن الكرنت هذا يضل ماشي هون بهذا الاتجاه وكان بوزيتيف، هل بقدر ازيد الزاويه؟ وقتها بقدر ازيد الزاويه. بدي طريقه معينه اخلي الكرنت هذا ماشي بهذا الاتجاه بوزيتيف، بحيث ان الزاويه تزيد من 90 وتوصل 180، بحيث انه يصير الافرج ماينس 1.